بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي القسم العلمي، النهاردة إن شاء الله موعدنا مع درس من دروس النقد الأدبي، ألا وهو درس عناصر الأدب. لازم نعرف إن الأدب ليه أربع عناصر: العنصر الأول العاطفة، العنصر الثاني هو الخيال، العنصر الثالث هو المعاني، العنصر الرابع هو الأسلوب. العاطفة هو ما يختلج في نفس الشاعر من مشاعر وأحاسيس وتخرج على هيئة الشعر. ولازم نعرف حبايبي إن العاطفة لها أنواع، في منها وجدان فردي، في منها وجدان اجتماعي، في منها عاطفة عامة. إذن العاطفة هو ما تختلج في نفس الشاعر من أحاسيس فتخرج هذه الأحاسيس على هيئة الشعر. والعاطفة لها أقسام: رقم واحد وجدان فردي، اثنين في وجدان اجتماعي، رقم ثلاثة في العاطفة العامة. إذن الوجدان الفردي هو ما يشعر به الشخص مع نفسه، مثل الخوف، الخوف ده وجدان فردي، حب الذات ده وجدان فردي. في وجدان اجتماعي زي الصداقة زي الاحترام، انت لما بتحترم اللي حواليك، ده اسمه وجدان اجتماعي. العاطفة هو نتيجة الوجدان الفردي مع الاجتماعي تتكون العاطفة. والعاطفة حبيبي لا تتكون إلا بالمواقف، ما فيش عاطفة وانت قاعد كده في البيت، لا، لازم يحصل موقف معين عشان تحصل هذه العاطفة. العاطفة لها مقاييس، كيف تقاس العاطفة؟ لها مقاييس كثيرة. رقم واحد صدق العاطفة وصحتها، لازم تكون العاطفة صادقة وفي نفس الوقت لازم تكون صحيحة. يعني مثلا واحد بيحب الأموال، لأن العاطفة بتاعته صادقة، طيب الأموال دي لو جاها عن ناحية السرقة، لا، يبقى كده العاطفة ليست صحيحة. إذن تقاس العاطفة بمقاييس كثيرة: رقم واحد صدق العاطفة وصحتها، رقم اثنين ثبات العاطفة، لازم تكون العاطفة ثابتة لا تتغير. وثبات العاطفة حبيبي هو ما يجعله النص ويتركه النص في نفوس السامعين. انت لما بتسمع قصيدة بتفضل متأثر بيها، ده اسمه ثبات العاطفة. كمان من ضمن مقاييس العاطفة حاجة اسمها سمو العاطفة، لازم تكون العاطفة سامية، يعني تحث على القيم والمثل العليا. من ضمن كمان حبيبي مقاييس العاطفة قوة العاطفة، لازم تكون العاطفة قوية. إذن كده اتكلمنا على العاطفة، والعاطفة ما تدور في نفوس الشعراء من مشاعر وأحاسيس، والعاطفة لها أنواع: وجدان فردي ووجدان اجتماعي والعاطفة العامة. واوعى تنسى العاطفة لا تتكون إلا بالمواقف. كيف تقاس العاطفة؟ تقاس العاطفة بمقاييس: واحد صدق العاطفة وصحتها، اثنين قوة العاطفة، ثلاثة سمو العاطفة، كمان من ضمن المقاييس بتاع العاطفة ثبات هذه العاطفة. وبكده نكون خلصنا العنصر الأول. العنصر الثاني هو الخيال، والخيال يتناسب تناسب مع العاطفة، كلما كانت العاطفة قوية كان الخيال أقوى وأوضح، كلما كانت العاطفة أقل كان الخيال أقل. إذن العاطفة والخيال يتناسبان مع بعضهما البعض، كلما كانت العاطفة قوية كان الخيال أقوى. واوعى تنسى ان الخيال هو اللي بيميز بين الشخص العادي وبين الشاعر. الحاجة اللي بتميز بين الشخص العادي والشاعر هي العاطفة وهي الخيال. من ضمن حبايبي الخيال وصور الخيال، واحد تكثير القليل، يعني واحد من كتر خياله الحاجة الكتيرة يخليها قليلة، من كتر كمان فنون الخيال تكبير الصغير الحاجة القليلة يخليها كبيرة، من كمان من كتر الخيال الحاجة الضئيلة أو الكبيرة يخليها ضئيلة، زي تصغير كبير. زي شاعر كان بيقول لزوجته: كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. ده من ضمن فنون الخيال. يعني إيه الفرق بين الشاعر ده واحد تاني عادي؟ ما احنا كله بيتكلم. لا، الفرق بين الشاعر والفرد العادي هو الخيال. شوف عبقرية الشاعر بيقول إيه، عايز يثبت ضعفه ووهنه قدام زوجته، فبيقول: كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. لو أنا بكلمك لو أنت شفتيني من كتر ضئالتي ومن كتر ضعفي. ده من ضمن فنون الخيال. ناخد العنصر الثالث ألا وهو المعاني. والمعاني زي ما قالوا الشعراء
زمان المعاني مطروحة في الطريق، يعني الناس كلها عارفة المعاني، بس مين بقى اللي يوصل معنى ومين اللي يختار الألفاظ؟ آخر حاجة من ضمن عناصر الأدب ألا وهو الأسلوب، والأسلوب هو اللي يميز بين الأديب عن أديب. كل واحد له قاموسه، كل واحد له مصطلحاته اللغوية اللي بيستخدمها. وبكده حبايبي نكون خلصنا عناصر الأدب. عناصر الأدب لها 4 عناصر: عاطفة، خيال، معاني، أسلوب. ننتقل إلى نقطة أخرى ألا وهي مناهج النقد الأدبي. هو النقد الأدبي ده له مناهج؟ طبعا النقد الأدبي، النقاد دول لهم مناهج في النقد. أول منهج المنهج التاريخي، ده صفحة كام ده؟ هتلاقيه صفحة 72 في كتاب النقد الأدبي. إيه مناهج النقد؟ أول منهج في النقد هو المنهج التاريخي. إيه معنى المنهج التاريخي؟ هو الذي يربط بين النصوص والأحداث التاريخية، عشان كده سموه المنهج التاريخي. ما معنى المنهج التاريخي؟ هو الذي يربط بين النصوص والأحداث التاريخية. عشان كده قسموا الأدب العربي لعصور، قالوا العصر الجاهلي عشان كان قبل الإسلام، قالوا العصر الإسلامي في مجيء الإسلام، قالوا العصر العباسي عشان في مجيء وفترة حكم العباسيين، قالوا العصر الأموي عشان فترة حكم الأمويين. إذن هم دول نقاد اللي ربطوا بين الأدب والنصوص والأحداث التاريخية. لكن لازم نعرف أن المنهج التاريخي ليه عيب. هو ايه العيب ده؟ ما احنا دي مميزاته، ربط بين الادب والاحداث التاريخيه. طب ايه عيوب المنهج التاريخي؟ عيوب المنهج التاريخي حبايبي ان الناقد احيانا بيتعرض لمواقف وقصائد واحداث تاريخيه هو غير عالم بها، يعني ما عصرهاش، فمش قادر يحكم عليها حكم بات. فدي من عيوب المنهج التاريخي. ننتقل الى منهج اخر الا وهو المنهج الفني. والمنهج الفني هو اهم المناهج. ليه؟ لأنه هو الذي يقوم بتحليل النصوص، وهي دي أصلا وظيفة النقد. إذن المنهج الفني هو أهم تلك المناهج، وهو على رأسها، وهو أول هذه المناهج. إذن أول منهج في النقد هو المنهج الفني الذي يعتني بتحليل النصوص ومعرفة مواطن الجمال فيه أو مواطن القبح فيه. كمان لازم يكون المنهج التاريخي وصاحبه يلتزم بالحياد والموضوعية. ننتقل إلى المنهج الآخر ألا وهو المنهج النفسي. والمنهج النفسي من ضمن المناهج التي طرأت على الأدب، لم تكن معروفة من قبل. أمال جت إزاي بقى؟ جاء هذا المنهج، المنهج النفسي في تحليل النصوص نتيجة اتصال الأمة العربية بالمناهج والأحداث الغربية. من على رأس هذه المناهج حبايبي محمود عباس محمود العقاد، وده كان على رأس هذا المنهج، اسمه المنهج النفسي. المنهج النفسي لم يكن معروفا عند العرب، ولكن جاء نتيجة اتصال العرب بالغرب. ناخد المنهج الأخير وهو المنهج التكاملي. ايه المنهج التكاملي بقى؟ المنهج انت عارفين المنهج، احنا قلنا منهج تاريخي، منهج فني، منهج نفسي. طب والتكاملي ده؟ شوف بقى، المنهج التاريخي بيربط بين الأدب والأحداث التاريخية، والفني بيحلل النص نفسه. طب والنفسي بيحلل ما يتركه النص في نفوس الناس. طب والتكامل بقى؟ لا، ما بياخدش بواحد من دول، بالعكس يجمع بين المناهج الأربعة. إذن المنهج التكاملي لا يقتصر على منهج واحد في النقد، بل يلتزم بالمنهج التاريخي، أيضا يأخذ بالفني، أيضا يأخذ بالنفسي. ننتقل إلى نقطة أخرى ألا وهي النصوص والقصة القصيرة ومتى كيف تتكون. كلم حبيبي عن هنتكلم حبيبي عن الفن والفنون الأخرى، ولكن في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.